أبو أمامة في سنن الدارمي قال رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن، يعني حفظ القرآن، ولكن ليعلم أن حفظ القرآن دون العمل به لا ينفع، أو أنه يفهم بالفهم غير الصحيح الذي فهمه السلف. ولذلك في الصحيحين الخوارج يقرؤون القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: يتلون كتاب الله رطبا رطبا، لأن ألسنتهم تكثر من قراءة القرآن، وفي رواية لينة يعني سهلة، وذلك لعظم حفظهم. هذا جانب. جانب آخر من أنهم كما قال بعض الشراح من أنهم إنما يحسنون الصوت، لكن الفهم السليم لم يفهموه، ولذلك خرجوا على الأمة فاستباحوا الدماء والأموال.